خرب بيتك في ايه رمضان مالك في ايه اكرم الحاج في ايه في قنبله هنا في اللوكان فين فين في النص بتاعك والنص بتاعي هتفرق يعني ما لو في النص بتاعي واتفجرت هتفجر النص بتاعي انت ما تجيش منغر المصايب انا عايز اعرف بس مين اللي حط القنبله واحد كلمني يا سيدي طب نعمل ايه نبلغ البوليس لا قال لي لو بلغت البوليس هيفجرها مرتين يلا يعني ايه فجرها مرتين يا رمضان فجرها مرتين ازاي معرفش يعني المهم ما نبلغش البوليس يا قنبله لعبه قنبله بجد قال لي قنبله بجد دي ممكن تفجر المنطقه كلها خلاص نبلغ البوليس يا رمضان لا مش هينفع نبلغ البوليس طب نعمل ايه طب طلباته ايه هو ما انا ما لحقتش اسمع قفلت على طول يا رمضان يا دي فيها بخل ده كمان يا رمضان ما كمل المكالمه يا اخي خلاص اما يكلمني باذن الله انت تسلم هو اللي يكلمك امال انا اللي اكلمه يا رمضان ما تكلمه عادي دي دقيقة يا رمضان مش على دقيقة نصرف يعني بس افرض هو مشغول عنده بقى قتل عنده خطف عنده سرقة انت خايف على مصلحة الحرامي يعني اما يكلمني هسأله ايه طلبات ولا تسأله ولا تعمل انا اروح اتصرف في حاجة في المصيبة دي طيب ربنا يسر ربنا يسر يا ده هد 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 يا حاج رمضان هد هد يا حبيبي ايه في ايه عايزك تدور جوه هنا على قنبله بتاعت الكرنك الله رز بلبن بقى وعليها كنافه وزبيب يا دي ايه يا جوز هند يا دي ايه الخيال ده يا بس انت عندك السكر يا حاج رمضان يا قنبله قرنك ايه يا لا قنبله بجد يا قنبله بجد اه هنا في اللوكان ده هنا في اللوكان ده عايزك تخش تدور عليها اما تلاقيها يا نهار اسود قنبله في اللوكان ده ايوه ايوه وطي صوتك وطي صوتك ليه وطي صوتي ليه عشان القنبله ما اسمعش يا سلام انت اهم حاجه ما تلاقيها اه فككها ايه فككها افككها ازاي يعني ايه افككها يا ما دايما القنابل بيبقى فيها ثلاث اسلاك ثلاث اسلاك سلك اصفر وسلك احمر وسلك اخضر اقطع واحد منهم وبعدين لو قطعت واحد هتبطل مفعولها هبطل مفعولها لو قطعت واحد طب والاثنين التانيين لو قطعتهم لا بتنفجر 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 ايوه وانا اعتمد على حظي يعني ولا اعمل ايه يعني يعني انا اعرف منين ان اللي هقطعه هو اللي هيبطلها وطي صوتك يالا وطي صوتي ليه هي سمعانه يا قنبله حساسه حساسه ازاي بتحس 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 ده بعمل ايه قولي ايوه ها اما تلاقيها خدها خدها واطلع بيها وديها على ماء مالح ماء مالح ايه يعني ايه واخديها ماء مالح ميه بملح يعني ميه يعني وديها اسكندريه وديها اسكندريه انت عايزني افسح القنبله مش فاهم يعني ايه الخيال في ان اوديها اسكندريه يا ما انت لو حطيتها في ميه مالحه هتفس هتفس وانا رايح بكره كفر يعني ايه اخد يعني اروح اخد القنبله يلا يلا اروح اسكندريه ايه ده يا خدها بس ما تركبش بيها مواصلات امال اعمل ايه اصل انت لو ركبت مواصلات واتفجرت هتبقى ارهابي ما انا هبقى موت ما اي زفت على دماغي ايوه اخدها ماشي ناخدها ماشي لاسكندريه لحد اسكندريه بس بعيد عن وشك يا سلام وانا ماسك كيكه اسفنجيه يعني ايه بعيده عن وشي يعني لو حطيتها على وشي انفجرت مش هموت انت بتزعق يا ياض بزعق يا بتقولي فين قنبله وزعلان انا بزعق انت بتزعق يا ما اعمل ايه هموت انت لا تموت لوحدك ليه اموت لوحدي ليه عايز ناخد القنبله ماشي لحد اسكندريه وروح حطها بقى ايه في المايه المالحه في المايه المالحه عارف لو انفجرت تعمل يا بتاع خش بس خلاص القنبله تعمل قفص خش ماشي وديها يلا طب ولو فكتها لك يا سلام هحلي لك بقك لا والله هيبقى في بق ساعتها تحليه ماشي ماشي يا حاج رمضان شكرا يا حاج رمضان يلا ربنا يوصل